صاحبتي صباح النور، كي صبحتوا بخير؟ لبس عليكم، كنقول لكم صباح النور حيت دابا 7 د الصباح. نتوما ما عرفتش باش تشوفوا هذا الفيديو، كاين اللي غيشوفوه في الصباح، كاين اللي غيشوفوه في الليل، كاين اللي غيشوفوه في وقت الغداء، كل واحد كيفاش الوقت اللي غادي يشوفو هذا الفيديو. نتوما عارفين اشنو فيه، وديجا نتوما عارفين كلشي، كلشي عارفينه اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو. بزاف المعلومات وغندوي معاكم ونتحدث معاكم وغتعرفوا بزاف د الحوايج. غير خليكم معايا، انا غادي ندور دابا الكاميرا وغنطول عليكم الهضره بزاف. نتوما عارفيني انا غير اون فوا كنبدا الفيديو كنبغي ندخل لكم نيشان فيديو بلا ما ندور مقدمات بزاف. هذا دابا ندور الكاميرا باش تشوفوني مزيان. راه بنت خالتي اللي شاده ليا الكاميرا، قولي هاي. هاي حبي، هاي حبي. وصافي البنات، دابا غادي نوريكم الطوموبيله مزيان من برا، ونوري لكم حتى من الداخل حش في انستغرام. وريتها لكم غير من برا صافي، ودغيا بقى ازرب غزرب دغيا، وداك الفيديو دار بوم. هذاك خلي موضوع داك حتى الاخر، وغنهضروا على داكشي كامل. ومن دابا غادي نحلوا الطوموبيله باش اجي نوريوها لهم بعدا من برا، نشرحوها لهم. الطوموبيله كتجي بحال ما هكا، موديل 2009. شوفوا ناسي صوت الموطور. شوفوا اهم حاجه بغيتكم تعرفوا هي ما تغركمش، غير الشكل كيبان زوين وكتبان غاليه. الطوموبيله كتبان غاليه، ما هي ما غالياش. بلا ما نقول الثمن، حيت بلا ما نقول الثمن اصلا، شوفوا داكشي اللي كاين في بالكم ما كاينش. طوموبيله رخيصه، غير الوراق ديالها اللي غالي، الوراق ديالها غاليين، الضريبه وداكشي ديال المهم داكشي غالي. صوت معرفش واش كتسمعوني مزيان ولا كتسمعوني مخربقه، المهم سمحوا لي حاش ميمكنش نوريكم الطوموبيل في الدار الزنقه. وصافي اش نوريوها لهم. شوفوا من وقال فيها 4 متر ياك، غتكون فيها 4 متر البنات، وقال فيها 4 متر طويله وزوينه، وما فيهاش البيبان الورانيين، فيها بحال ديروا بحال فيات، ديروا بحال فيات زوينه. شوفوا زوينه، اش نوريوها لهم. دابا نوريوها لهم في الداخل. الكونتاك ديالو هو هذا اللي شريتها، عطاوني كونتاك زايد باش لا تفضل لي هذا مشحال. كونتاك ساهل، فيها هذه اللي كتحل، اجي نقربها للوراء، فيها هذه اللي كتحل وهذه اللي كتسد، وهذه ديال الكوفر بحال ما هكا كتجي. عندكم الكريسو هذه، شوفوا هي خديت فيها واحد شويه ديفوات، ولكن ماشي مشكل بما انها موديل 2009، ميمكنش غناخذها جديده. كانوا فيها شويه ديفوات، كان فيها الباتري، الباتري اخوة بدل الباتري، بدلت لها لي زانجيكتور، ما عرفتش واش قلتها صحيحه ولا لا، ما عرفتش. المهم بدلت لها لي زانجيكتور، كانوا جوج خاسرين بدلتهم. كان بزاف، وباقي خصني قلت فيها شحال من حوايج خاسر فيها، ما نقدرش ندير موسيقى. المهم انا نقول لكم الايجابيات ديالها عدم نبداو بالسلبيات. المهم الايجابيات ديالها بلاتي، الايجابيات ديالها هي انها زوينه، السرعه ديالها زوينه، الخيل زوين، شنو ثاني لي زافونتاج اللي زوين، مريحه، الكوفر ديالها كبير. اجي نوريكم الكوفر كيفاش. انا ملي نسافر دابا، انا مسافره في مراكش، وزدت لي جوج باليزات، وزدت لي ساك كبير، وزدت لي الكروسه ديال بابا، دخل معايا كروسه ديال بابا وجوج باليزات اللي هما كبار، وعاد ساك. شوفوا الكوفر، عرفتوا راه كبير. شوفوا بالهي، شوفوا بالهنايا، هنايا كديري، المهم هنايا كدير الروايده السوق. وامي انا حياتي حيت ما عندي ما ندير بها دابا. شوفوا ما شاء الله شحال كبير. شوفوا ما تديوش عليها مغبره، حاش ويلي. واحد نعاود لكم واحد السطاريته قصيره، بقاو معايا. واحد السطاريته قصيره البابه. دابا انا داك العام كنت مشيت لواحد البلاصه زوينه سميتها ست تكركوس ولا ما عرفت. المهم واحد البلاصه زوينه في مراكش، بغيت ندي لها دارنا واحد ريستور واعره فيها جيت سكي وداكشي فن صافي. وانا نكتب في الويز سد ولا ما عرفت واه تكر. المهم ولاد مراكش اللي غيعرفوها هاد البلاصه صافي، نكتبها وانا تما غادي تابع الويز، تابع الويز، تابع الويز، على اساس انني انا غادا داك ريستورو اللي مشيت ليه داك العام مع صحاباتي. مشيت ليه داك العام مع صحاباتي وبقات لي في بالي، وانا نسول عليها، سولت على ديك البلاصه شنو سميتها، وبقيت عاقله عليها حتى دابا بغيت ندي لها دارنا. وغادا غادا عاودي لهم، عاودي لهم شويه، انا غادين تابعين داك الويز شويه، وانا شويه وحنا ندخلوا في واحد الجبال، ودخلنا في الحجر. عرفتي لا طريقه كدي وما كتجيبش، غير كدي طريقه كدي ما كتجيب ما والو. عرفتي شنو هو عشت الرعب؟ تخيلي معايا، تخيلي معايا البنات، واحد الطريق غير كدي
ولا درتيها ها غطيتها كاين الحافه في الجبل عرفت وليت كنقول يا ربي يا فحجر مقمقم يعني فحجر اي حاجه تقلق فيها والطوموبيل كتغلب عليا كديني ها عرفتي كنقول هنا طومره ثقيله كنقول هنا غنطيح وكنت انا وماما وبابا وبنت خالتي وسلمى سلمى صاحبتي صراحه طلعتي سواقه والله عرفتي راه صعيب اللي كيسوق شي ماكينه عرفتي البنت نري تخلات اقسم بالله درت راسي ما خايفاش بديت عليهم صافي ما تخافوش انا راه معاكم راه كنعرف السوق ولكن بقيت كنقول في خاطري يا ربي تغلبني على السوقان يا ربي تغلبني يا ربي وفي خاطري ما سمعتش ليهم بقيت كنقول يا بقيت كنقول يا ربي تغلبني تخيلي معايا طلع غير كدي وباش ندير الدوميتور ما يمكنش وحشو مع ربي وقف معايا وصافي اقسم بالله صافي وانا نقول لهم صافي ما كاين لا قهوه لا والو رجعنا تخيلوا معايا ضربت 50 كيلومتر ومرتاحيت ما والو رجعت دونك ضربت 100 كيلومتر وما استفدنا والو علي ورجور علي ورجور ما ودي استاذ حسام دوزنا البارح انا قلت لكم ما قلت لهم لا في تيك توك لا في انستغرام شوفوا الناس ديال اليوتيوب شوفوا شوفوا هما ثلاثه ديال لي زابليكاسيون عزاز عليا تيك توك فيها الضحك والفلوغات الصغار والنشاط فهمت كنخلق معاهم الفيديوهات وداك الشيء المهم كنخلق معاهم تيك توك صحاب انستغرام كيعيشوا معايا الحياه ديالي كلشي بحال خوتي كنعيش معاهم كلشي كنكون سبوطاني معاهم والله يجعلني نعومه بشابانه ديال 10 كنقول لهم اي حاجه ولكن فما كان النوع ديالك كنقول لهم نزل انستغرام داك الشيء علاش مولفاهم وتا هما مولفين كيعرفوني كيفاش دايره يوتيوب يوتيوب لافونتاج اللي زوين فيه وقت تبقاي تحدي ما كتخافيش ستوري سالم كنت بارطاجي معهم شي حاجه اللي سبيسيال ماشي غير كتهزي ستوري وكدوي واش فهمتوا المهم الناس ديال اليوتيوب كنبقى نتحتش معاهم كنموت عليكم نتوما شوفوا بغيت ندير لكم فيديو انني شريت طوموبيل في يوتيوب حيت درتها ليهم في تيك توك درتها ليهم في انستغرام والناس ديال اليوتيوب ما درت لهم والو نتوما عارفاكم انا كيعجبكم حتى داكشي درت لكم هذا الفيديو ما عرفتش شحال من دقيقه غتكون فيه المهم اجيو نكملوا الايجابيات ديال الطوموبيله باش ندوزوا للسلبيات نقول لكم السلبيات اللي فيها ايجابيات هو طويله وزوينه مريحه الكوفر كبير السرعه واه معاك تحط رجلك على الاكسيليراتور كتلوح دغيا كتلوح 150 دغيا دغيا كتلوح 150 كأني انا ما نقدرش نفوت لحد حاجه يلا عندي برمج جدد ونعاود لكم واحد ستوري تايم حتى هي صغيره هادي غنعاودها لهم دابا كنا جايين لمراكش و نقول لكم وما لقيناش بلاكه 90 ما لقيناش بلاكه 90 وخفت يشدوني يدوني البوليس وانا نشد 90 وانا نكتبها بالعكره جبتو وريهم مزيان شوفوا باش كتبتها بالعكر تخيلوا معايا بالعكر كاتباها وباقا ما شدونيش معاها يشدوني مع شدوني البوليس نقول لهم راه اركان مسيدين والعيد كبير وانتم عارفين شوفوا البوليس كيتساعدوا انا شوفوا البوليس عرفوا غير دو معاهم صافي البوليس ما كيبغوش الناس يخرجوا عينيهم هادي هضر معاه بالادب صافي والله انا صافي هادشي اللي كاين اجي دابا السلبيات غنقولهم في الطوموبيل يلا ندخل الطوموبيل حسن في البنات سمحوا لي كيبان الفيديو كيبان لكم فيديو عوج حيت حاطه الكاميرا في الفولو عاطي واحد الحاله المهم نصور لكم هذا الفيديو حيت كنت غنصور لكم البارح السبت واليوم الاحد دابا غنطلع غنمونطي باش نقدر نلوح لكم اليوم في الليل باش تفرجوا وصافي دابا قلنا الايجابيات دابا غنقولوا السلبيات اللي كاينين في الطوموبيل ماشي بزاف ماشي شي مشكل كبير مي السلبيات ديالها السلبيه ديالي هي ما فيهاش البيبالور تخيلوا معايا كان فيها البيبالور ما فيهاش هاد البلاصه ملي كتدرك كتبقى ضروري الشمس كتدخل ياك ضروري الشمس كتدخل لي زانجيكتور كانوا خاسرين الباتري كان خاسر سي نورمال هادشي كامل اللي كنقول لكم سي نورمال حيت الطوموبيله موديل 2009 سي نورمال هادشي عادي هادشي انا هادشي عرفتو قبل ما ناخذها وخديتها انا غير كنقول لكم دابا السلبيات ديالها زائد ما كنقدرش ندير مزيكا ما كنقدرش ما عرفتش خاسر فاشي لعبه نرجع لكازا غنصوبها ما كاينش 4 سينيال تخيلوا معايا طوموبيل ما فيهاش 4 سينيال نبغي نوقف غير فشي بلاصه ما كاينش 4 سينيال ما كاينش ماما كاينش عاد بقات قالوا ولد عمه ماما ميكانيزيان هو اللي صوب لي الباتري وصوب لي لي زانجيكتور ما عرفتش واش قلتهم صحاح ولا لا المهم انا حيت ما عارف ما كنفهمش فهادشي هادشي ديال الطوموبيلات قال لي ما كاينش 4 سينيال قال لي كاين قال لي كاين شي بلاصه ما عرفتش ما عرفهاش عرفتو ما عرفهاش الباب هاد الباب خاسر ليا شوفوا خديتو بحال ما هكا شفتو مهرس ما يمكنش نرجع الاخر اللي مزيانه خدامه كاين شي حوايج اللي عرفاتهم فيها وخداتهم كاين شي حوايج اللي لاكش شفاتهم وصافي هادشي ماشي مشكل حيت الطوموبيله موديل 2009 واهم حاجه هي انها عجباني ما يمكنش شي حاجه يكون فيها غير الايجابيات راه حنا البنادم انا دابا نتوما اللي كتفرجوا فيه انا راه فيه الايجابيات وفيه السلبيات فبنت خالتي فيها الايجابيات اي حاجه فيها الايجابيات والسلبيات شي واحد ما كامل دونك الطوموبيله انا عجباني مقتنعه والفولوم بحال غيتمسح هذا غادي نبدلو ماشي مشكل هادشي كامل اللي قلت لكم يقدر يتبدل غير بشويه بعدا صلحت داكشي المهم بحال الباتري اللي الباتري الا ما كون ما صوبتوش كان غيخليني في الطريق اصلا ما كنتش غنجي حتى لمراكش ما يمكنش
وليزانجيكتور كتبقى الطومبيله كانت كترعد ما بقاتش كترعد صافي. هادشي صغير بحال المزيكا بحال كاتخسينيال بحال بزاف د الحوايج غادي نقادهم بشويه بشويه وصافي اختي. هادشي اللي كاين. المهم انا الطوموبيله ساهل يعني زعما كانت الحوايج غتصايب ساهل ماشي شي حاجه كبيره قاداتها فهمتوا اش بغات توصل لكم فاشي دابا يعني هاد الحوايج الخاسمين دابا بحال ما كيهموش اللي كانوا كيهموا هو الباتري ودك لي زانجيكتور وصافي. اهم حاجه هي ان الطوموبيل عجباني وزوينه وفنه وجات معايا ويا ربي تحفظني من العين. شوفوا ماشي تقولوا قالت كيفاش الله يحفظك من العين مالك خادم عليها ولا دامر عليها ولا هادي ولا هادي هذاك موضوع اخر. حنا ما نهضروش دابا الا قلتوا لي انت ما تستاهليش بحال كتضربوا مع الله بحال كتضربوا مع عظمه الله كتقولوا كيفاش حيت الله راه عارفك احسن مني ومنكم وحسن من اي واحد يعني ربي مني عطاها ليا راه عارف شنو هو علاش عطاها ليا. وما تبقاوش تشوفوا غير السوشيال ميديا تقولوا هذه عايشه مزيانه هذه عايشه بخير حيت نص في حياتي ما كنوريهش ليكم. شوفوا ربي كيعطي الرزق ولكن كيعطيه لك بواحد السبب فهمتوا ماشي دار كل واحد وكيعطي ربي بواحد هذه هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان ربي ما كيعطيش كل شيء. دابا انا نقولوا انا عندي هذا الطوموبيل واخا انا ما كنفتخرش بها حيت هذه غير وسيله نقل. انت دابا اللي كتفرجي فيا غتكون عندك واحد الحاجه انا ما عنديش اللي انا ما عارفاهاش حيت ربي راه ما كيعطيش كلشي. ما تبقاوش يغركم المظاهر وداكشي. راه الطوموبيل راه الطوموبيل هذه زائد رخيصه اختي رخيصه رخيصه عرفتي شنو رخيصه ما بين نقول لكم ما نقولش لكم الثمن ولكن ما بين 10 و 15 يعني الثمن الوسط كاين ما بين 10 و 15 الثمن كاين الوسط فهمتوا. ما تبقاوش المهم قال لك عاند وما تحسدش. فاطمه زهر ما خدتش الطوموبيل باش تبين لكم هي راه واعره ولا شي حاجه. فاطمه زهر خدت الطوموبيل باش ما تبقاش تعذب في الكرا وما تبقاش كنكري الطوموبيل. تخيل معايا الدريات كنت كنكري الطوموبيل ب 6500 درهم للشهر. شوفوا دابا نتوما 5000 شحال غتبقى دي لها بزاف 6500 وفاش عرفتوا بزاف اختي هادشي اللي كاين داكشي خديت ديالي مزيانه والله حاجه ديالك ماشي بحال ديال بنادم عادي البنادم ما كتبقى ديال البنادم خايف عليها وعندك وندك سيده وهادي ومولاها ملي غايشوفوا درت فاطمه الزهره اش ما غايقول غايقول هذا راه انفلونسو فهمتوا. واخا تكون هي غتصبر ب 500 درهم غايحسب لها ب 1900 درهم غايقول لها انت راه غتخلصيها فهمتوا. اللهم تاخذها ديالها شي راه ضربات غايقول ماشي مشكل صافي من بعد نصيبها واش فهمتوا. دابا نتوما ما كتشوفوش هذا الشيء كتشوفوا لا حقه خدات مرسيدي باش شاغلينا باش هادي باش هادي هي رمنوات فيها بحال هكا ولكن بنادم اللي متخلف شويه في عقله ضروري ما غايقول بحال هادشي. المهم هذاك موضوع اخر نهضر بزاف شي كيفكر بحال هكا طبيعي الحال. تخيلوا معايا بزاف الدراري انا والله انا شوفوا انا في عقلي الدراري ضريفين وقلبهم ابيض الصراحه كاينين دراري قلبهم ابيض ضريفين ولكن راه نقول واحد 10% ديال الدراري اللي كاينين في المغرب ما بغاوش ليا الخير. نقولوا 10% ديال الدراري فيهم السم ديال الدراري فيهم السم وكاين شي دراري شوفوا الدراري حيت الدراري ما فيهمش السم. انا كنعرف شوفوا انا بنت السم كاين في البنات معروف هادي عالميا الدراري ما فيهمش السم. راه نتوما خوتكم وباواتكم راه غتعرفوا انهم ما فيهمش السم. حنا البنات بيناتنا راه فينا السم احنا عارفين كلنا الدريات فيهم السم مي الرجاله ما فيهمش السم. ولكن تخيلوا معايا واحد نايض كيقول في فيديو وانا حاسدها وهادي ما خاصش تكون عندها الطوموبيل هادي ما خاصش تكون عندها حتى شكون تكون هادي وبغيتي تقولوا عليا حاسد ومحسد انا نري كيبيس عرفتي شنو هو. المهم علينا داك التو كاع مسكين ما علينا خليه. دابا تلقى حتى هو اصلا هو داير السوشيال ميديا داير كونت دابا هو دابا هذا كيجي قدامي بدا يتلحس ليا. دابا هذا ما وصلش داكشي اللي وصلتي ليه انت داكشي تبقى فيه. شوفوا انا ما كنقولش وصلت انا باقا ما وصلتش ما والو. انا شاريه طوموبيل عاديه باش نبقى ندور نتنقل وسيله نتنقل شي طوموبيل وسيله نقل وصافي دوينا عليها بزاف. والبنات اللي بغاو ليا الخير ربي غيبغي لكم الخير والدريات اللي بغاو ليا شي حاجه خايبه ربي غيرجع عليهم حيت كيف ما تبغي لخوك المسلم ربي غيعطيك داكشي اللي بغيتي ليه. بغيتي ليه شي حاجه زوينه ربي غيعطيك شي حاجه زوينه. بغيتي ليه شي حاجه خايبه وغيعطيك ربي شي حاجه خايبه باش تحس بها وتولي باغي الناس الحاجه الزوينه حيت ربي كل واحد كيعطي لك دنيته غير باش تعرفوا. والناس اللي كيقولوا فلوس ديال تيك توك شوفوا انا ما كندخلش فلوس من اللايفات علاش حيت انا اللايفات لا دخلتها كما قلت لكم في انستغرام 80 درهم لا دخلت تكحال صافي تكحال كندخل ديك 150 درهم 200 درهم حتى 200 درهم واغلبيه غير كنحولهم وكندعم بهم. شوفوا انا الفلوس منين جبتهم ماشي بالسواعده سواعده تخيل معايا كيقول سواعده
وش كيقول جابتهم من راكم عارفين شي كيقول في الكبيسو داكشي ماشي من الكبيسو داكشي شوفوا هما الفلوس من الاشهارات حسيتي نورمال انا عندي واحد البنات كيتفرجوا فيا كيتفرجوا فيا بنات انا كتجي عندي شي وحده كيتفرجوا فيها كيشيقوا فيها كيشوفوا انا كتجي عندي شي بنت باديه مشروع ديالها كتكون عندها شي حاجه منها بزاف بحال مثلا عند رويح عندها منها ستوك بزاف تكون عندها شي 500 ريحه ولا 1000 ريحه ديك البنت ما تقدرش تبيع دوك الروي هذيك 500 ريحه ولا 1000 ريحه على العائله والناس اللي كتعرف ما يمكنش دونك خاصها شي بنت تكون في السوشيال ميديا كيتفرجوا فيها البنات وكيتيقوا فيها غتبغي دير عندها اشهار دونك ديك السيده كتمشي عند اي وحده انا كيجوني اشهارات بحال كاع الناس اللي كاينين في السوشيال ميديا كاع الناس اللي في السوشيال ميديا كيجيو اشهارات الدراري والدريات اللي في السوشيال ميديا كلهم كيجيو اشهارات كتشاتي واحد السيده كتقول لي راني باغا ندير اشهار لهاد الحاجه ولا صافي كنتفقوا على الثمن كتكون هي مرتاحه كتستافد وكون كنت انا مرتاحه حيت مستافده بالفلوس بطبيعه الحال صافي ودوك الفلوس بقيت كنجمع نجمع 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 تخديت واحد الحاجه اللي مزيانه غتفيدني في حياتي وغتفيدني فهمتي الطوموبيله كتفيدني خصني نخرج عائلتي بزاف د الحوايج فهمتي الطوموبيله كتفيد مفيده بزاف وصافي اختي هادشي اللي كاين وما كنت باغا نقول لكم شي حاجه ومشات لي من بالي كاين اللي كيقول لي الطوموبيل ديال الكرا جبتي ليا كارت كريز نوريكم كارت كريز بلا ما ندوي بزاف بحال لو بقيت كندوي بزاف صافي عييت والله نوريكم كارت كريز ان الطوموبيل في سميتي صافي في ملك فاطمه الزهراء علاش لا هذا رقم هذه الضريبه ها هي في ملك فاطمه الزهراء انا غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا هاد نتوما الناس ديال اليوتيوب كنحبكم انا ففي ملك فاطمه الزهراء عطيلا في العنوان ديالي فيها النوع ديال الطوموبيل الصنف كلشي كلشي فيها عدد الاساطين رقم الاطار الحديدي القوه كلشي كلشي فيها المهم انا ندور الكاميرا نوريكم في ملك فاطمه الزهراء باش تعرفوا الطوموبيله ديالي واش يقراو في ملك فاطمه الزهراء عطيلا صافي في ملك فاطمه الزهراء عطيلا ما نقدرش نوريكم لي زانفورماسيون الاخرين حيت كيخصوني وانتيردي بانو البنات شوفوها هي بعيد فار بنت خالتي شوفوها هي الاخرى كامله راهي في ملك فاطمه الزهراء وداك الشيء وصافي اجا البنات وريتكم كارت كريز وريتكم الطوموبيل دويت معاكم تحتيت معاكم قلت لكم الايجابيات والسلبيات اللي كاينين في الطوموبيل وصافي اختي هذا الشيء اللي كاين انا كنبغيكم بزاف وكنموت عليكم وشكرا لاي واحد بغى لي الخير والناس اللي كيبقاو يهضروا بزاف وكيبقاو دوك ما نعرف من نقول لهم حاجه اللي قلبو مريض راه مريض يعني ما عندك ما دير ليه هو اصلا دير بحال ماك كبر في واحد الوسط عائلي مربي بحال ماك ما تبدل فيه والو دونك هذاك غتلقى حتى معقول خو من دمو لحمو ما حاسد وعاد يبغيك انت هي ما كيعرفك ما كتعرفيه والناس اللي قلبهم بيض راه باينين شوفني يكون قلبك بيض انك تشوف شي واحد عنده واحد الحاجه وتبغي ليه الخير تبغي ليه الخير تقول يا ربي تسهل عليه صافي هذه هي الاول القلب البيض شي بنت دابا كتفرج فيك تشوفني شريت طوموبيل غتقول يا ربي تسهل عليها والله عطيني حتى انا اقسم بالله فاش كنشوف انا فاش كنشوف شي واحد عنده شي حاجه كنت كنقول ليه يا ربي عرفتي فاش كنشوف دريات كيصوقوا كنقول يا ربي تسهل عليهم ويا ربي تعطيني حتى انا وربي والله حتى كيخلص كل واحد على قد نيته اقسم بالله صافي هادشي اللي كان طولت عليكم الفيديو كنبغيكم بزاف كنموت عليكم صافي اختي هادشي اللي كاين باي باي قولي لهم باي 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 باي